في امان. ملاك هنا نزلت مش عارفين راحت فين، ولا ليه هنا متعبانه. فين ملاك يا بابا؟ ماما حصل لها ايه؟ ماما تعبانه واديتها المؤد عشان تنام. ايوه ملاك راحت فين؟ ملاك ملهاش اثر يا مازن، ما حدش فينا عارف هي فين. الو انا عاصب ابو النور، لو سمحت في اي حد جيت شاليه عندي 356. طيب انا معاك على التليفون. مساء الخير يا عم، انا اسف جدا على اللي حصل من ماما ولولا. والله انا رحت اكبر كشك ورد في مصر وجبت البوكيه ده عشان خاطر ملك ترتاح. يعني ارجوك ارجوك. هو في ايه؟ هو انت بنت خالتي برضه؟ انا؟ لا انا صافي صاحبه ملك. اه ما انا قلت برضه اكيد خالتي ما خلفتش وانا في ال... هو في ايه؟ ايوه جيهان، بقول لك ايه، ممكن ما اكلمكيش النهارده؟ لا اصل بكلمها ما بتردش. نعم. طب بقول لك ايه؟ لا ما حدش جه؟ مش مشكله، لو كلمتك قولي تكلمي. طيب طب ارجوك تبلغني اول ما اي حد يوصل الشاليه. شكرا قوي. ما راحتش الشاليه. ما تردش على التليفون. طب والعمل؟ ما هو مش معقول نقعد نستنى كده، لازم تروح تدور عليه. ايوه هروح فين يا بابا؟ يعني همشي في الشارع اقول يا ملك يا ملك؟ ايه ده؟ هي ملك تاهت؟ دور في كل الاوتيلات اللي حوالينا، يمكن تكون نازله في اوتيل فيهم. وانت يا صافي كلمي كل صحباتك، يمكن تكون راحت لوحده فيهم. انا هعدي عليهم اكني بزورهم عادي، واشوف لو ملك هناك، وعشان كمان برضه ما نعملش شوشره. طب وانا يا عمي اعمل ايه؟ احسن حاجه تعملها انك تروح دلوقتي عشان ما احمس راضيا لك. ليه؟ ده انا اعرف واحد صاحبي في شركه اتصالات، ممكن اكلمه ونعرف اخر ارقام طلبتها ملك. ايه رايك؟ ماشي عمر، اعمل اللي انت عايزه. انا مضطر اقعد دلوقتي جنب ماما. ها وانتم اي حد فيكم يوصل لاي حاجه ارجوكم تطمنوني. يلا ماشي. حاضر يا عم. طب ليه كده يا علي بتعمل كده ليه وبتحفر ورانا ليه؟ هي مش فريده حكيت لك كل حاجه وانا جاي لك بنفسي اهو. مالك انت ومال مجرم زي ده حتى لو كان ابونا؟ عايز منه ايه؟ اسر انا بشتغل ضابط مباحث، يعني شغلتي ان افهم واشوف الامور من جميع زواياها مش من زاويه واحده بس. وفهمت ايه بقى من الزاويه البعيده يا سياده المقدم؟ فهمت ان طريقتك انت وفريده في معامله باباكم مش صح. يعني ايه؟ يعني انا حاسس ان صبري اليوب بريء. انا وانت بتوع قانون يا علي، ما ينفعش نحكم باحساسنا. الراجل ده كذاب وقدر يضحك عليك ويوهمك انه بريء. ماشي ماشي يا اسر، انا همشي معاك للاخر. الراجل ده يا سيدي سرق فعلا واتحبس 15 سنه. ما ينفعش بقى يا عم اسر لما يخرج ولاده يعاقبوه بقيت عمره، ده في الاخر بني ادم. صبري اليوب بالنسبه لي انا وفريده مات من ساعه ما الناس ما عرفت ان احنا اولاد الحرامي. يا ريت بقى تتعامل مع الموضوع بنفس الطريقه، احنا الموضوع ده حسبناه. احنا مش ناقصين فضايح يا علي. لو مش ناقصين فضايح بجد يا اسر يبقى لازم تلموه تحطوه تحت عينيكم. اول مره اتمسك في قضيه اداب، ما تعرفش المره الجايه هيتمسك في ايه. وخد بالك مفيش 2 مليون صبري اليوب في مصر، يعني لو غلط واتمسك تاني ساعتها هتبقى فضيحه بجد. يعني ايه؟ يعني تقعد مع فريده وتفهمها ان طريقتكم في معامله ابوكم دي مش هتحل الموضوع، بالعكس هتعقده اكتر. شوشو. نعم يا ماما. خشي اندهي الدفى من جوه عشان نتعشى. حاضر يا ماما. لا اكل يفتح النفس. يا ماما يا ماما. ايه بيت عاوزه ايه؟ الدفى مش جوه. مش جوه؟ راحت فين دي؟ ايه ده ايه ده ايه يا حبيبتي اللي معادك كده؟ مش لاقي حته اروح. طب تعالي تعالي تعالي. شقتك وحشتك؟ مش قادر اقول لك وحشتني قد ايه. كل حاجه زي ما طلبتيها وحلمت بيها، حتى هدومك في الدولاب برصه ايدك ما قدرتش اشيلهم من مكانها. الشقه كانت ميته من غيرك يا عيشه، ولما دخلتيها دبت فيها الروح. انا اسفه يا اسر. خلاص بقى ملوش لازم الكلام ده، خلاص يلا يلا غيري هدومك لغايه ما اعمل حاجه ناكلها. يلا بلبولة والنبي وحشتيني. انت اوحش يا بنت. ده لما الاستاذ هيثم كلمني وقال لي انك راجعه قلت له البت دي بحبها لله في لله كانها بنت بطني. لك الخير يا اختي. انبسطي يا اختي، اديني رجعت عشان ما فوتكيش في الهم لوحدك.
قومي يا بت، قومي احكي معايا، لان انا لو كتمت في قلبي طق اموت. قومي يا بت، انت هتستموتي. يوه انت عزه، بت يا عزه، عزه عزه عزه، يا لهوي ام عزه، ام عزه انت يا ولد، انت وليه انت عاملين البنت عزه زي كده؟ دي بتطلع في الروح. ده انا لسه مشرباها ميه ومنضفاها، تلاقيها بس نايمه تعبانه. نايمه ايه ولا يا ولد؟ جسمها مش صافي وشها مزرقه، انتوا عايزين تموتوها. انا هروح اجيب لها دكتور. دكتور ده ايه عينيا؟ احنا ما عندناش بنات تتكشف على دكاتره. يا ولية حرام عليكي، بقول لك البنت بتموت جوه، اوعي كده من خلقتي. يا أنا عايز أقول لك حاجة مهمة. إيه يا حبيبي؟ لازم بكرة الصبح نروح القسم. قسم؟ ليه؟ عشان نعمل محضر في المهندس الحيوان ده. أنا ماليش صفة إني أقدم بلاغ، فلازم تبقي موجودة. إيه يا حبيبي، أنت مش قلت إن أنت ضربته؟ هو أنا مش ضربته، أنا فرمته. طيب خلاص يا إسر، أنا مش عايزة أعمل لنفسي شوشرة أكتر من كده. وبعدين ما أنت أكيد شفت الفيديو، شفت أنا إزاي وقفته عند حد من غير ما يلمسني حد. بس ده حيوان يا عيشة، واستغلوا إن صاحب الشغل عشان يضايقك. خلاص بقى يا إسر، مش مشكلة. مفيش حاجة اسمها مش مشكلة، الراجل ده لازم يتربى. بعدين ما ينفعش بعد كل اللي عمله معاكي ده نقول خلاص. بعدين ما تقلقيش، لو خايف انا جنبك ما تخافيش. خلاص يا حبيبي اللي تشوف. بس انا عايزه اقول لك على حاجه بقى. خير؟ انت طبعا عارف ان احنا مش هينفع نبات هنا مع بعض، يعني مش كده؟ طبعا. امال ايه، انا كده كده كنت هتعشى معاكي، وبعد كده هطلع المكتب ابات هناك. انا كده كده ورايا شغل كتير قوي هناك لازم اخلصه. هعدي عليكي بكره الصبح عشان نفطر مع بعض ونروح القسم. نسيت اقول لك صحيح، دي نسختك من مفتاح الشقه، ما شلتهاش من ميداليتي من ساعتها، عارف انك هتاخديه مني. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. كويس انك جيتيلي، نبضها كان ضعيف قوي والنزيف اللي عندها كان محتاج انه يقف. يعني انت مطمن عليها دكتور؟ هتبقى حلوه؟ هاتلها الدواء ده والصبح هتبقى كويسه ان شاء الله. على عيني. حاضر، متشكرين يا دكتور. العفو. ان شاء الله تسلم، معلش تعبناك. كتر خيري. ان شاء الله مرقات لك جده. سلام عليكم. الف سلامه. الله يسلمك. ربنا يكرمك يعلي مراتبك كمان وكمان قادر يا كريم. ان شاء الله تسلم. اطمني ان شاء الله تبقى كويسه. تسلم خطويك، الهي ما تمرض ابدا. الف سلامه. وعليكم السلام. الف سلام. انت فاكره نفسك هنا في بيتكم يا روح امك، والمصحف الشريف، والمصحف الشريف كمان مره، لو ما ارتجعتي لا جاب لك هيثم وشمس يربوكي. انت مال اهلك؟ انت بتخاف عليها بنت اكتر من مشغلينها؟ يا وليه ده الدكتور بذات نفسه قال لها ما كنتوش لحيتها كانت هتموت. انتوا ايه يا كفره؟ انا رايح اجيب لها العلاج. تعالي هنا، احنا ما ندخلش حد علينا، الشقه دي شقه بنات، ما تتكشفش على حد غريب. وادي الروشيت اهو، ما فيش دواء ولا زفت. لما تقومي مطرحها وبتموت يقولي قادر يا كريم، بيقولي يا اختي ما فيش دواء ولا زفت. وقعي من وشي بقى، لان انا طايقه ابص في خلايتك ولا طايقه اسمع صوتك. ظلمه ظلمه وجايين على البت الغلبانه اللي لا قدكم ولا قد جبروكم ولا افتراكم. مش كفايه موتوا حته العيل اللي كانت بتستنى ينام الدنيا؟ انتوا ربنا هيعالجوا لها مخصوصي، ما تلعنهاش حد. معلش يا منى، استنيني لخمس دقايق مش تأخر عليكم. طب بس بسرعه عشان ما تأخرش على المحاضره. ماشي حاضر. بس فعلا هتعرف تجيب لي الامتحانات كلها؟ انا قلت لك هجيبها لك كلها، بس هتفرق في التوقيت. يعني في مواد مش هعرف اجيبها لك غير قبل الامتحان بساعتين بالكثير. حتى امتحان الزفته فريده؟ هجيبها لك كلها، قلت لك حتى امتحان الزفته فريده، بس فريده بقى مش هينفع اجيبها لك غير قبل الامتحان بساعه. اشمعنى يعني؟ عشان هي فريده. ايه اللي جاب البت الزباله دي هنا؟ انتي بتعملي ايه يا بت؟ انتي بتليفوني. انتي اللي بتعملي ايه؟ سيبي موبايلي. بتصوري تليفونك يا بت؟ ما صورتكيش موبايلي والله. سيبي ايدي. لا سيب دعاء. دعاء في ايه؟ اوعي ايدك. الهانم بنت الخدامين جايلي من حقوق لحد علامة عشان تصوري التليفون او تعملي. والله العظيم ما صورتها. اوعي ايدك. هاتي يا بت انتي. مش بكلمك بتسيبيني وتمشي؟ ما انا بقول لك والله العظيم ما صورتك. اوعي ايدك بقى. انتي اتجننتي يا حيوانه. بتزقيني وتجري يا حيوانه. يا دعاء يا امك مش قادره. لا تشوفي والله العظيم انت رمتي يا زباله يا لمه الرمم. وحياه امك يا دعاء انا اوريك هعمل فيك ايه. بس بقى خلاص بقى سيبيه.
انت بني ادمه مش محترمه. انا مش محترمه يا زباله يا رمه يا دعاء يا حيوانه يا بزرة يا بنت الكذابه يا بنت الكذابه يا وريه يا زباله. دعاء اصبري يا دعاء. هاتي البنتين دول على مكتبي. وجدي حصاني على المكتب. عش يا عش يا حبيبتي. عش انت صاحية؟ عش يعني صحيانك كان هيعمل ايه؟ كنا بدل ما هنبقى قلقانين على ملك بس كنا هنبقى قلقانين عليكم انتوا الاثنين. ادخل. صباح الخير. صباح النور. ايه ايه الاخبار؟ دورت عليها في كل مكان ممكن تكون راحته وبرضه ما لقيتهاش. يعني ايه يا صافي؟ اختفت؟ ما تقلقيش يا طنط ان شاء الله هنلاقيها. هي بس تلاقيها راحت تهدي اعصابها في اي مكان مش اكتر. صباح الخير يا جماعه. في اي اخبار عن ملك؟ لا يا عمر مفيش. انت وصلت لحاجه؟ والله انا كلمت صاحبي بتاع شركه الاتصالات ده بس لقيت تليفونه غير متاح. مش عارف انا ايه اللي شغال في شركه اتصالات وتليفونه غير متاح، بس انا هفضل وراه. يا رب ما توجعش قلبي على ملك. كفايه وجع قلبي على عش. يا رب رجعهم لي هما الاثنين يا رب. ده ايه الجو العالي قوي ده؟ صحيح ده انت دماغك دماغ تالتة خالص. انا بحب المكان ده. عارفة اللي تنزلني بالنهار كده وتجيبني مكان حلو زي ده تبقى عملت معجزة وتسجل باسمها وتاخد عليها جايزة كمان. ملك ولا كتابة؟ ملك يا ملك. تكسبي. ايه ده بس انت ما شفتوش؟ في حاجات بتتحس بس مش مهمة الشاف. يا ولا ايه ده؟ ده دهب. طبعا دهب. اصل انا بحقق حلمي اللي هو بيتحقق بالعكس. بس انا ما ينفعش اخد هدية بالشكل ده من حد ما اعرفوش. هتعرفيني هتعرفيني اكتر ما تعرفي الحسنات اللي في جسمي. لا انا ماليش في الجو ده خالص. انت بس رايحة فين؟ بقول لك ايه، انا اول ما الكلام ياخد السكه دي هختفي. انا ليا في الشمال وانا ليا في الضلم. اقعدي بس اذا كان على الكلام هيمشي في السكه المنوره. ماشي وانا بقى هاخد ده. ما يهونش عليا بوظ لك حلمك. ميرسي كتير. السلام. عملت ايه يا مازن؟ ما سبتش مكان ممكن تكون راحت فيه ما دورتش فيك. ما سبتش اوتيل من اول السفن ستارز لغايه البنسونات وبرضه ما فيش حاجه. يبقى ما فيش قدامنا حل تاني. انت تلف على اسامي الشرطه وانا هتصل بالمستشفيات. اسامي مستشفياتي يا عصب؟ هنعمل ايه بس يا ليلى؟ وانت يا ولاد اتفضلوا دلوقتي، وجودكم ملوش اي معنى. صافي انت هتدوري عليها تاني لانك انت الوحيده اللي ممكن تعرف الاماكن اللي بتروحها. وانت عمر تابع مع صاحبك ده. لا لا صاحبي ده انا تابع معاه بالتليفون عادي. انا قاعد هنا معاك وهاخد اي حاجه من عند مازن وبايت لحد ما نلاقي ملك. وانت يا صافي اقعدي انت كمان، خدي لك حاجه من عند الدكتور ونقعد. لا معلش معلش روح انت، ولما هنعوزك هبقى اكلمك في التليفون. يلا يلا استني. ايه وكله ماشي كده؟ انت رايحه فين؟ رايحه اكتوبر. طب كويس، انا في السيده زينب تاخديني تدلقيني معاكي في الطريق. يلا. ده مش طريقي. لا لا طريقك. ده مش طريقي. التكييف شغال في عربيتك؟ لا. طب كويس يلا يلا بسرعه. أنا واقفة من البداية وشايفة الموقف كله. ممكن تفهميني بقى هي عملت إيه عشان ده كله؟ كانت واقفة بتصورني. والله العظيم ما صورتها يا دكتور. وهي هتصورك ليه؟ أنت واحدة محترمة وفي جامعة محترمة.
ايه اللي عملتيه غلط عشان هي تصورك؟ زي ما اهنتيها قدام كل الناس هتعتذري لها قدام كل الناس. وانا اعتذر لها ليه وانا جيت جنبها؟ خلاص انا هعمل تحقيق رسمي وهصعد الموضوع لمجلس الجامعه. خلاص انا ممكن اعتذر لها قدام حضرتك، قدام كل زمايلك اللي اهنتيها قدامهم. حاضر اتفضلي. خلاص يا منى بقى حقك عليا. انا عمري ما حد ضربني، حتى بابا اللي بتقولي عليه خدامة عمره ما بند ايده عليا. انا هعرف اعاقبها كويس، سيبي لي تليفونك وانا هكلمك قبل المحاضره الجايه وهخليها تعتذر لك قدام الدفعه كلها. ولعلمك انا عارفه كويس انها من اسره بسيطه، بس هي بتحب تترسم كده. كتر خيرك يا دكتور، انا مش عارفه من غيرك كان حصل لي ايه. لو احتجتي اي حاجه انا مكتبي مفتوح لك. بصي بقى، انا احسن واحد يعمل صينيه مسقعه بالبطاطس بالفلفل الحامي باللحمه المفرومه النبائيه. يا اخويا ده احنا هندوق ونشوف. لا تشوف ايه، انا اي صنف اكل يجي على بالك هتلاقيني بعرف اعمله، ده غير الاختراعات بتاعتي بقى. والعلم زمان كنت انا اللي بطبخ لمراتي والعيال في العزايم، والعيال كانوا دايما يقولوا لي والله العظيم يا بابا انت اكلك احسن من المحلات. ايوه بس ما انتش هتيجي زي بقى في الصواني والطواجن، ده انا اجدع واحده فيك يا مصر اعمل بط محشي. طب صلي على النبي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ده انا فضلت 7 سنين طباخ السجن، ده مأمور السجن ما كانش يندى غير يقول لي يا شيف صبري. على اساس يعني انك كنت مسجون في الهيلتون؟ اهو شويه فول على شويه عدس واسلق واقلب. اسلق واقلب؟ طب كلي كلي. صحيح اللي ما يعرفش يقول عدس. يخبط عقلك يا أيوب، ده انت اكلك يا راجل معسل. نحن لا نتحدث عن انفسنا، اكلنا يتحدث عنا. طب سيبني الغي مع الاكل شويه. ايوه كفايه لحمه مفرومه بقى، طلع بطاطس. لو سمحت يا ياسر الموضوع ده ما تفتحوش تاني لا مع علي ولا مع اي حد. وانا مالي يا فريد، انا بقول لك اللي قاله لي وبصراحه كده انا شايف ان عنده حق. لا بقى ما عندوش حق، واللي عمله فينا الراجل ده مش ممكن يتنسي، والمشاكل اللي ممكن يعملها لنا وهو بعيد عننا ممكن يعمل قدها 10 مرات وهو في وسطنا. طب وايه الحل؟ انت شايفه ان بعده عننا مش حل وان قربه مننا مش حل، نعمل فيه ايه يعني؟ نقتله؟ ما هو كل ده بسببك، ما هي دي اخره الحنيه الزياده اللي عندك، شايف ودتنا لفين؟ لا دي اخره العنف اللي بتتعاملي بيه في كل حاجه يا فريده. خسرتي علي وخسرتي اكرم وخسرتي ابوكي، مع اننا كنا ممكن نقرب له ونقعده في اي حته، محدش كان هياخد باله، وده كان رايي من الاول بصراحه. لا يا ياسر، لو كان من اول ما ظهر وقفته عند حده وقلت له انه ملوش مكان ما بيننا كان كل حاجه خلصت واختفى. واذا كان على علي خلاص هو حر، انا مش هضربه على ايده. وكويس ان انتوا رجعتوا تتكلموا مع بعض عشان ما تقولش ان انا خسرتك صاحبك. واذا كنت بقى شايفني مش عارفه اتعامل مع ابوك اهو عندك، روح له اترافع عنه في قضايا السرقه والدعاره والله اعلم ايه تاني. اسر حبيبي انت هنا؟ ايوه حبيبتي، بس لازم انزل عشان عندي شغل مهم. هستعجلك تاني. ها خليكي خايفه كده يا فريد. اه ويبقى فكريني اجيب لك استيكر على قهولك على الباب مكتوب عليه بيت الرعب. مامي هو خاله زعلان ليه؟ مش عارفه يا حبيبتي، روحي على السفره وانا هحضر لك اكل. ماشي. شوفي مين الظاهر خاله نسي حاجه. حاضر. لوجي حبيب بابي. أكرم؟ لا يا محسن مش هينفع، لازم نستنى شوية. نستنى ليه؟ الفلوس وحشة؟ بتشوك؟ خلاص؟ ما بقتش عايزة فلوس تاني؟ إيه؟ زهدتي ولا توبتي؟ لا زهدت ولا توبت، بس أنا بحب الفلوس عشان أصرفها مش عشان نتمسك بيها ونروح أنا وهي وما نستمتعش ببعض. يا عبيطة، دي السكة اللي كانت نص متر ومدحضرة ومكسرة على الآخر، أنت عملتها لنا شارع اتجاهين رايح جاي وسافرتوا لنا آخر حلاوة. شارع إيه؟ شارع خالتك ليلى. وإحنا إيه اللي كان حايشنا؟ مش هي اللي كانت واقفة لنا زي الحيطة السد في وشنا؟ لكن خلاص طالما طلع ليها في الدائري يبقى النشرة المرورية بتقول لك طريق أخضر ولذيذ. يعني أنت عايز إيه؟ دخلها معانا في الجديدة. الجديدة أحلى وفلوسها أكتر. لو اتقسمت علينا كل واحد فينا هيقفش مبلغ محترم وهينبسط على اخر. خلاص اكلمها
بس انا بصراحه خايفه لحسن تطلب فلوس اكتر من اللي خدتها المره اللي فاتت. نعم يا اختي اكتر من المره اللي فاتت. جاريه لولا اللي بنعمله في الناس هيطلع فينا ولا ايه؟ اصل انت ما تعرفهاش يا محسن، دي ست طماعه جدا، طماعه قوي. عامله ايه يا فريده؟ وحشتوني. واضح ده انت اخر مره جيت بصيت فيها على بنتك عدى عليها شهور وسايبها ولا كانك تعرفها. مين قال كده؟ انا مش متاخر على لوجي في حاجه. ما تقنعيش انت نفسك بس بالحكايه دي. وبعدين هو كل ما اجي هنا تسمعيني كلام يسم البدن؟ وانت فارق معاك قوي سم بدنك، ومش فارق معاك بنتك؟ ازاي بس؟ انت عارفه ان انا روحي فيها، كل ما باجي هنا بتتخانقي معايا قدامها. ما ينفعش كده، انا خايف على نفسيه البنت. بس انا غلطان، حقك وحقها عليا يا ستي. بس يا ماما بابي جاب لي ايه؟ انا بحبك قوي يا بابا. وانا بحبك قوي 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 يا روح بابا. انت جميل، اجمل من العروسه دي جميل. انت اللي جميله قوي 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 يا لولو. حبيبتي خدي العروسه وخشي العبي بيها جوه. بس انا عايزه اقعد مع بابي شويه. لوجي اسمعي كلام مامي، انا ومامي هنقول كلمتين كده ولما هنخلص هنندهلك على طول. حاضر يا احلى بوبي في الدنيا. باي باي. شفت البنت مبسوطه ازاي؟ الاطفال ملايكه، بينسوا القسوه والبعد وبينضحك عليهم بلعبه. بس يا ريت بقى فلوس الحاجات اللي انت بتجيبها لبنتي دي ما يبقاش فيها حاجه كده ولا كده، وانت اصلا فلوسك كلها مشكوك فيها. يوه وبعدين معاك يا فريد، حرام عليكي بقى، انا خلاص قربت احفظ الاسطوانه دي. تحب اسمع لك الكلام اللي انت هتقوليه لي دلوقتي واللي انت كمان ناويه تقوليه لوجي لما تكبر علشان تكرهيها فيا؟ اسمع؟ احمد ربنا انها لسه مش واخده بالها، وحتى لو انا ما قلتلهاش هي مصيرها لما تكبر هتعرف. باباها ازاي تصعد من محرر صغير لرئيس تحرير الجرنان الكبير، والصفقات اللي عملتها من ورا الجرنان، وفلوسك اللي مش معروف مصدرها منين. اكيد هتكرهك، وهو ده المصير اللي انا خايفه عليها منه، لانه اصعب حاجه على الواحده انها تحس من جواها انها بتكره ابوها. هو ده الموضوع اللي انا جايلك فيه النهارده يا فريده. موضوع ايه؟ انا قررت اسيب الجورنال، خلاص جبت اخري فيه وهفتح جورنال جديد. وبصراحه هبقى سعيد قوي قوي يا فريده لو جيتي مسكت الشغل معايا، او تبقي مطلعه على كل حاجه. فريده احنا جربنا البعد عن بعض ولقيناه مش احسن حل. انا جايلك النهارده وبقترح عليك ان احنا نرجع نعيش مع بعض تاني، ولوجي تتربى وسطينا، واي عيوب شايفاها فيا انا ناوي اصلحها. ومش هطلب منك يا ستي انك تصلحي عيوبك، لان لما هكون انا كويس معاكم انت هتبقي احسن معايا. ايه رايك؟ رجوع يا استاذ اللي انت بتتكلم عنه ده، احنا مالناش دعوه ببعض. وانا عشان بقول لك خلي بالك من بنتك تقولي نرجع؟ اسمعي يا فريد، اسمعني انت بالنسبه لي امتحان وعديت منه ومش ناوي ارجع له تاني. كتاب واتقفل، ورقه وقريت اللي فيها ورميتها. انا مش هسمح لبنتي تتربى مع اب سمعته المهنيه تحتها خطوط حمراء وحواليها علامات استفهام كتير. انا رافضه ان بنتي تتربى بفلوس حرام. تمام كده، انا مضطر انبهك لحاجه يا هانم. انا عرفت بموضوع الخطوبه السعيده، ومش هقبل ان لوجي تتربى في حضن راجل غريب. ولو سعادتك مصممه على اللي في دماغك انا هرفع قضيه وادم لوجي لحضانتي وهاخدها، وبيخلي بقى حضرة الضابط ينفعك. أنا مش هسمح لك تبعد بنتي عني، أنا هفضحك، أنا عارفة كل بلاويك، وأنت عارف أنا أعرف أعمل إيه كويس. مامي ماشي، أنت اللي اخترتي، أنت اللي اخترتي. دورت عليها في كل المستشفيات ما وصلتش لحاجه. يعني اختفت؟ احمدي ربنا اني ما لقيتهاش في اي مستشفى، ده في حد ذاته كويس. الحمد لله ملك. مساء الخير. اهلا يا يارا، مساء النور، اتفضلي. اهلا يا سعاد، اهلا، تفضلي. متشكرين.
مساء الخير يا دكتور. اهلا، مساء النور. حط الشنط دي عندك واستناني في العربية. شنط ايه دي يا هان؟ دي حاجة ملك اللي كانت باقية عندنا. اظن احنا كده عدنا العيد. كتر خيرك يا هان. وريت بقى طارق يكمل جميله ويبعت لملك ورقة طلاق. قوي قوي يا عاصم بيه. بس بعد ما تجيبوا الفلوس اللي اتصرفت على جوازة بنتكم، تاني يوم هتكون عندك ورقة الطلاق. فلوس اللي بتتكلمي عليها يا سعاد مش كفاية اللي عملتوه في البنت؟ ملك نفسيتها زي الزفت من اللي عملوا فيها طارق. طارق ما عملش حاجة، ملك هي اللي خانته وكتبت عليه بدل المرة اتنين وتلاتة. حرام عليكي، كفاية ظلم. احنا كشفنا على البنت وطلع اللي مفيش مخلوق لمسها. انت عندك بنت تحبي حد يتكلم عليها كده؟ يا طنطي، يعني هي ماما جايبه الكلام ده من الهوا؟ مش ملك هي اللي طلبت الطلاق من طارق بنفسها وقالت له انها حامل؟ كده الكلام ده ما حصلش. حصل ولا ما حصلش انا ما يهمنيش. انا يهمني فلوس ابني اللي شيء وتعب فيها من يوم ما اتخرج لحد ما اتجوز، وفي الاخر راح صرفه على فرح وجواز بنتكم. لا الموقف، طارق ابني رجع الشغل وقال لي الناس كلهم بيسالوا عن ملك. اقول لهم ايه يا ماما؟ قلت له لا يا حبيبي، انا اللي هروح لهم واقول لهم اذا ما جابوش فلوسك لحد عندك قول لهم اللي حصل. وانتوا بقى ابقوا لموا فضيحه بنتكم. يلا يا يارا. ادخل. تمام يا فندم. ايه يا حامد، في حاجه؟ في واحد بره عايز يقابل حضرتك، وده الكارت بتاعه. اكرم الدسوقي، خليه يتفضل. حاضر يا فندم، اتفضل يا استاذ اكرم. مساء الخير يا علي باشا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ اكرم، اتفضل. شكرا. تشرب ايه يا فندم؟ ممكن قهوة. مظبوط، قهوة مظبوط يا حامد. حاضر يا فندم. ممكن اعرف سبب الزيارة الكريمة ايه؟ بصراحة انا جاي لك بخصوص الدكتورة فريدة صبري. بلبلة بلبلة. ايه انت يا زفت؟ ايه قومي. ايه في ايه؟ قومي هنا. ايه اللي انت هببتيه ده؟ ازاي تدخلي راجل غريب عليكم البيت؟ انت فاكراه هو كلام غير بواب ولا تكاين؟ حرام عليك يا أبلة، البنت كانت تعبانة وبتموت، أسيبها تموت يعني؟ بص يا حبيبتي، ما تنسيش نفسك، أنت هنا زيك زي أي حتة عفش موجودة في البيت، مطرح ما نحطك تفضلي مكانك، وأوعي تفتكري نفسك بني آدمة وليكي رأي، تقولي عايزة تموت ولا ما تموتش، إحنا بس اللي نقول، اللي تموت تموت إمتى واللي تعيش تعيش إزاي؟ ليه؟ هو أنتوا اشتريتونا ولا اشتريتونا؟ لا يا حبيبتي إحنا ما نشتريش، إحنا بنبيع، بنلمعكم ونبيعكم اللي يدفع. ويلا يا حلو غيري هدومك عشان تنزلي الشغل، عشان انت بصراحه واقفه عليا بخساره. يا شمس انا تعبانه وما نمتش، مش قادره انزل الشغل النهارده. الكلام ده ما تبقي شغاله في قطاع عام، ساعتها تبقي تاخدي اجازه مرضي، لكن احنا قطاع خاص، ولا عندنا مرضي ولا عارضه. ويلا يا حبيبتي غيري هدومك وانزلي بدل ما اجيب لك اللي ينزلك. انا يمكن ما تعرفتش على حضرتك قبل كده، بس طبعا اعرفك من كتاباتك ومن كلام آسر وفريده عنك. ما تصدقش آسر وفريده قوي، مش كل كلامهم عني هيبقى حقيقي. ليه؟ مع انهم ما بيجيبوش سيرتك غير بكل خير. اكيد لا. ولوجي عامله ايه؟ كويسه؟ كويسه. اصل واضح ان حضرتك بتشوفها اكتر مني. لا مش للدرجه دي. لوجي اغلى حاجه عندي في الدنيا، من ساعه ما بعدت عنها وانفصلت انا وفريده وانا بتعذب، واظن اني من حقي احاول ارجعها لحضن تاني. اه طبعا اكيد. أنا جاي خاطف فيك الإنسان، بما إنك يعني قريب من فريدة قوي ولوجي طبعاً، نفسي إنك تساعدني نرجع لهم تاني، إيه رأيك؟ شوف يا أستاذ أكرم، أنا طبعاً مقدر مشاعرك، لكن حتة رجوعك لفريدة دي لا بتاعتي ولا بتاعتك، ده قرار هي الوحيدة اللي مسؤول عنه. ما هو طول ما حضرتك جنبها وهي حاسة إن في حد بيشغلها بخطوبة وجواز وكده، يبقى عمرها ما هتفكر إنها ترجع لي تاني. كويس قوي ان حضرتك عارف علاقتي بالدكتورة فريدة واصلة لفين وماشية ازاي. هي لوجي ما بتصعبش عليك؟ ها؟ ما بتحسش انها محتاجة ان ابوها يبقى جنبها زي اي بنت في سنها؟ ما بتفكرش ان ليها اب قلبه بيتقطع عشانها؟ اسمع يا استاذ اكرم، انا مش طرف في المشكلة دي، انا ظهرت في حياة فريدة ولوجي والمشكلة دي اوريدي موجودة. انت ليه عايزني احل مشاكل تخصك انت شخصيا معرفتش تحلها؟ واضح من كلامك ان حضرتك رافض تساعدني. انا مفيش في ايدي حاجه اقدر اساعدك بيها. تمام،
واضح اني غلطت لما فكرت اني اجي لحضرتك. بعد اذنك. بنتي يا شوشو، انت بتحبي عزه ولا لا؟ نعمة ربنا بحبها يا بلبله. يعني عايزاها تقوم بسلامه وتبقى وسطينا، ولا عايزاها تفضل زي ما هي كده؟ انا نفسي تقوم دلوقتي وانا في اعلى زغروطه تجيب من هنا لحد بلدنا اللي معرفش هي فين. خلاص يبقى تنضفي مخك معايا. اغسلهولك بسلكه مواعي. بصي يا بت، اول ما ازازه المحلول دي تخلص تروحي فاتحه دي وحطها مكانها، ماشي؟ ماشي. واول ما تيجي الساعه 3 تقومي جايبه البتاعه دي وكسره بوزها ورشقه السرنجه دي فيها، سحبه كل اللي جواها وتقومي ضرباها هنا في ازازه المحلول. فهمتي؟ فهم. اوعي يا بنت ام عزه تسهيكي ولا تحوشك عن عز. ما تخافيش عليا من ست الكل، انا بعرف ابلفها كويس. جدعه يا بنت، انا خارجه. ما تنسيش الساعه 3. بلبلة والنعمة، انت جدعة قوي. يعني ايه يا حسن؟ يعني مفيش، ما معيش يا ليلى. والفلوس اللي في حسابك في البنك راحت فين؟ دول مليون وشوية. ما انا دفعتهم عربون الأجهزة الطبية، العيادة كانت محتاجة لهم، ولسه لما يوصلوا حاول سنة سدد في باقي تمنهم. وهنعمل ايه لو طارق نفذ تهديده وفتح بنتنا؟ هنتصرف ازاي؟ مش عارف، مش عارف. ما هي لو ملك تظهر كل ده هيتحل. ولغاية ملك ما تظهر هنتصرف ازاي؟ عملت ايه؟ لقيت ملك؟ لا، دورت في كل الاقسام وبرضه مفيش حاجة. عاصم، روح لطارق سكته لحد ما ندبر الفلوس. طارق؟ ماله طارق يا ماما؟ فلوس ايه دي اللي اندبرها له؟ مامة طارق واخته جم هنا وقعدوا يهددونا، لو ما كناش ندفع الفلوس اللي صرفها طارق على الجوازة هيفضح اختك، واختك مش موجودة عشان ترد على الاتهامات دي. رد بيستهبل ولا ايه؟ انا رايح له. استنى يا مازن، احنا مش عايزين نستفز ونكبر المشكله. انا ممكن ابيع عربيتي وممكن كمان اعمل قرض بضمان مرتبي. عربيتي ايه وقرض يا ماما؟ انا مش عايز استفزاز، مفيش الكلام ده، انا هروح له. مش هو شاطر وبيعرف يفضح؟ يوريني بقى. البلبله دي بوصفة مش هيجي من وراها ولا من قدامها. لا يا فخر، البت بلبله دي عامله زي الرغيف الناشف، لو اضعطته يشق لسانك، ولو بليته يطرى وما تعرفش تاكله. ما خلاص يا عم الخبير الاستراتيجي انت وهي. البت بلبله دي هاند ميد، وانا هعملها على ايدي، هخليها تخش اللي وراها واللي قدامها. هو ده نفس اللي انا قلته. صمت الحملان. بتقول ايه؟ بكلم الحملان. وانت؟ ماليش في الحملان. كرايه يا بت، مالك؟ سقيت الكباري كله، ده انت حتى سقيت الموكيت وصفوت بيه ايه؟ كخه يموت عطشان؟ الراجل جاله جفاف. ما البنات كتير هي. لا يا حلوه، هو عايزك انت. يلا نجري قدامي. مساء الفواكه يا عمهم. ايه ده يا باشا؟ ما بتشربش حاجه ليه؟ انا يعني كان حد سأل فيا ولا عبرني من الصبح؟ اخس، واحنا نقدر؟ بلبله افتحي للباشا. فتحنا. رايحه فين؟ اقعدي صبيله. يوه، ما يصب الروح. لا يا حلوه، اصل الباشا بتاعنا على قدنا قش الحله، وكمان غالي علينا قوي، يعني انت هتقعدي معاه وتصبيله، واذا لزم الامر هتشربيه كمان في بقه. قدامي. اقعدي. باشا، لو احتجت اي حاجه شاور لي بس. صب. مسا. صب. ايه ده مازن، ازيك؟ ازيك يا صبحي؟ لقيته مالك؟ لا لسه. طب انت رايح على فين كده؟ داخل الطابق. طب اهدى بس شويه يا مازن، في ايه؟ ايه ده؟ ايه الدخله دي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ يا راجل، هو انت لسه شفت الجنان؟ انت الجنان الرسمي هتشوفه دلوقتي حالا لو ما احترمتش نفسك وطلقت اختي. وانا قلت لك مش هطلقها يا مازن غير لما اعرف عملت كده ليه ومع مين. خلاص، يبقى انت اللي اخترت سكه النصب والافتراء على بنات الناس. بص بقى يا حنين، ملك اتعرضت على دكتور والدكتور قال ان ما حدش لمسها، يعني من الاخر انت ما بتعرفش، او بمعنى اصح مش راجل. ولو انت يا جميل يا قمر يا اللي مالكش فيها ما طلقتش،
انا هطلع دلوقتي اقول للستات اللي شغالين معاك ان المدير بتاعهم طلع سيختهم. انت بتهددني ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا ما بهددش. لو تحب دلوقتي اعمل لك بروفا اوريك. تعال هنا. لو ما احترمتنيش في مكان شغلي انا هجيب الامن يرموك بره. وماله يا حبيبي؟ هات الامن. انا بحب الامن. وريني هتعمل ايه؟ لو سمحت يا طارق ما تكبرش الموضوع، وكفايه بقى اللي بيحصل ده. الكلام اللي بيقوله مازن كله صح، وفعلا ملك ما حدش لمسها. يعني ايه؟ يعني ملك مش حامل؟ لا طبعا يا طارق. حامل ازاي يعني؟ طب قالت لي كده ليه؟ ضحكت عليا ليه؟ بقول لك ايه؟ فكك من جو التمثيل اللي انت عايش فيه ده. واضح المشاكل اللي حصلت خلت الحياه ما بينكم مستحيل. فبليز يا طارق، لو عايز تحافظ على الزماله والصداقه على الاقل طلقها في هدوء. يا صافي انا عايز اتكلم معاك. انا لسه بحبها. لا يا راجل، بتحبها ولا بتحب فلوسها؟ فلوس ايه اللي بتتكلم عليها دي؟ الفلوس اللي بعت الست ودتك عشان تهددنا بيها. بقول لك ايه؟ انت هتتلم وتطلق ملك ولا اطلع دلوقتي افرج المحطه كلها عليك؟ خلاص يا مازن، هو طارق ما كانش فاهم الموضوع، بس بيتهيالي ان هو فاهم دلوقتي. يا ريت يكون فاهم عشان المره الجايه الشرح هيبقى صعب قوي عليه.